اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه، سهوله، مرونه، ولكن قواعد المطبخ. يوم في الاسبوع هيلسي، يوم في الاسبوع دايت، يوم في الاسبوع رجيم، يوم في الاسبوع نهرب من الدهون اللي موجوده في كل طبق بنعمله، حتى من الرز اللي بنعمله، حتى من الطبق الاساسي. طب هتعمل لنا النهارده يا شيف؟ بالمناسبه هنعمل النهارده البرجر التشيكن او الدجاج برجر. هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقه صحيه برضو، البرغل والدجاج، لان صدور الدجاج اعتقد ان هي ما فيهاش نسب دهون، بنشيل الجلد منها وبنفرمها ونشوف ايه التركايه بتاعه المغازي. بمناسبة صيام إخواننا المسيحيين كل عام وهم بخير طبعاً، كالعادة الشيف المغازي ما بتنساش المواقف ولا بينسى المناسبات. إحنا مع حضراتكم هيبقى معانا كل يوم أكل صيامي. هنعمل النهاردة الرز بالجزر والمشروم، يعني فيه بروتين نباتي، وإحنا عارفين المشروم أغنى أنواع الخضار، غني بالبروتين وبروتين آمن مع الرز والجزر، يعني فيتامين سي وكربوهيدرات ونشويات. ولكن هنعمله بطريقة صحية إزاي؟ أكيد لها قواعد وطريقة سهلة وبسيطة. اما الحلو النهارده بساطه، سهوله، مرونه، اللي عندنا مافن التمر باللوز، يا مزاجه اللوز. لاخواننا وحبايبنا اللي في الدراسه واولادنا اللي بيدرسوا محتاجين نعلي اوميجا 3 بالتمر طبعا، ونشوف ازاي نعمل مافن بالتمر واللوز بافكار بسيطه وسهله. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، اعتقد ان فيها شغل، ولكن مع المغازي بساطه، سهوله، مرونه، هتقدري تعملي مطبخ جديد وطعم جديد وكمان هيلثي. هنطلع فاصل صغير، اه تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومخرجنا الجميل دايما حريص تكون مقادير الاكله جنب بعضيها. بنسهل على حضراتكم علشان نبقى مركزين في الموضوع. دي مقادير المافن اهي. مقادير المافن هنبدا بيها دلوقتي مع بعض، وانا حابب ان حضراتكم تعملوا الحلو ده، لانه بصراحه قيمته الغذائيه عاليه جدا، وقيمه غذائيه كمان للمذاكره واولادنا والدراسه، واحنا في موسم المذاكره والدراسه وايام الشتاء محتاجين لاولادنا برضو حاجه كده تديهم ايه باور، وفي نفس الوقت كمان تديهم طاقه. لما نعمل المافن بالتمر واللوز، يعني مكوناته تمر خالي من النوى او العجوه بتاعتنا الحلوه بتاعت سينا وبتاعت الواحات، معانا لوز مجروش ما يبقاش ناعم قوي زي الفل، وشوفان ولبن وبيض وكمان بيكنج باودر ومعلقتين من زيت، ممكن زيت اي نوع من انواع الزيوت، ولكن يفضل انا مش عايز استخدم زيت في الحلو ده عشان تبقى لطيف برده في نفس الوقت هيلس. تعالوا شوفوا المقادير ايات قدام حضراتكم قبل ما اشتغلها، البساطه والسهوله والمرونه. تعالوا نبدا نشتغل فيه مع بعض ازاي. اول حاجه بخفي البيض، والشيف المغازي مدرسته ان هو ازاي يعلمك المشاكل اللي ممكن تقع معاك وانت بتعملي كيكه، بتعملي كب كيك، انك ما بتخفيش البيض كويس. فخلونا نخفي البيض الاول مع السكر، ونقلل كميه السكر لان التمر غني بالسكريات. اضافه السكر هنا اختياري، بس انا هضيف نص كوب سكر عشان البيض يكون معايا ايه قوامه زي الفل. ادي البيض معانا ويطلع من التلاجة قبل الخفق مباشره. يعني ايه يا شيف مغازي؟ يعني قبل ما نضرب البيض بالمضرب لازم يطلع من التلاجة قبلها ب10 دقايق، وخاصه في ايام الشتاء. هنحط هنا نص كوب من السكر. عينيا عين اهو خالص من هنا البرجر. حلو الكلام، شفت بسمع كلام المخرج ازاي؟ كل ده عشان الصوره تطلع حلوه. هنحط هنا نص كوبايه من السكر، 1 2 3، دول كفايه اول. التمر هنا ايه فيه سكريات حلوه، ونخفقهم كويس بالمضرب اليدوي كده، مش لازم مضرب كهربائي، او يعني الموضوع بسيط وسهل. مش عشان تعملي المافن ده تنزلي تشتري لك مضرب ب 1000 جنيه ولا ب 1000 ونص وكام وات وكده، لا الموضوع ابسط مما تتخيلي. يلا يلا يلا، السكر اضافته مع البيض بيساعد على خفقه جيدا ويديك الماده المرنه اللزجه. اهي نرفع البيض كده، شفت القوام ده؟ ده لو انت خفقت البيض لوحده مش هيديك القوام ده. هو ده، مش هيديك نفس القوام ده. زي الفل. شفتي لغايه الكريم من فوق. زي الفل. هنضيف الفانيليا بتاعتنا، معانا الفانيليا طبيعي عشان الزفاره، بنحطها هنا ونقلبها. معانا الحليب 1 كوب زي الفل،
معانا اللوز يا مزاج اللوز اهو ده لوز مطحون اهو بالشكل ده كده اهو. اللي هياخد واحده من المافينايه ديت اوميجا 3 عنده، وعارفين كلنا المكسرات اوميجا 3 وبروتين امن اهو. ده لوز زي الفل لغايه دلوقتي. نيجي بقى لايه؟ للمكونات التانيه. هنعمل ايه يا ابو غزير؟ هنجيب كسروله ازاز كده بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا شوفان، ده الشوفان معانا اهو اللي هي حبوب الشوفان، دي موجوده في اي سوبر ماركت بالشكل ده كده. بنخلي شويه على جنب، بنحط على الشوفان ده شويه دقيق صغيرين، يعني تقريبا نص كوبايه. حلو، ونقلبهم مع بعض المعلقه. شفتي؟ خلي ايدك فيها البركه كده واشتغلي، وخلي اتكالك على الله. اهو نص كوبايه دقيق مع كوب من الشوفان، قلبناهم مع بعض كده اهو اهو. ونحط عليهم ايه يا عم الشيف؟ البيكنج باودر. ده مقدار تاني، يبقى المواد السائله على جنب والمواد الجافه على جنب. انا كده للمبتدئين في المطبخ، وخاصه اللي عايزين يعملوا حلو بسيط وسهل. ولو دورت في محلات الحلويات اللي بره مش هتلاقيه، ده الطبيعي. مش هتخش على محل حلويات تقول له اديني مافن بالتمر واللوز، هتلاقي مافن بالتوت، مافن بالفراوله، مافن بالتفاح، مافن بالجزر، احتمال يعني تلاقيه بالجزر. انما الحاجات الاختراع ده والتكوين الغذائي ده والقيمه الغذائيه دي مش هتلاقيها غير انت اللي تبدعيها. والابداع ده بيجي منين؟ والرؤيه بتيجي منين؟ والفن بيجي منين؟ من حبك للمطبخ، لاولادك، لاسرتك. هنحط ده كله مع بعضه كده. بس قبل ما نحط ده على ده، عايزين ننوه عن حاجه مهمه جدا. والله اي معلومه انا مش ببخل بيها، لازم يكون عندك القالب بتاع المافن جاهز. بتتنيه سمنه او زبده كده، وبتحط فيه رشه دقيق، وتحطيه في التلاجه. طبعا في احنا في ايام الشتاء مش محتاج. زي الفل. دول 3 × 4 × 12، حلو قوي. احنا والعيله، ودرجه حراره الفرن عندك 180. الحاجات دي لازم تكون قبل ما تخفيه. الفرن جاهز معايا، وجاهز الشبكه بتاعته، ده الطبيعي. مكانه فين يا عم شيف؟ المافن على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن، ده اللوكيشن بتاعه، على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن. عشان ينجح معاك زي الفل بالشكل ده كده. تمام، نقفل الفرن ونبدا نضيف الحاجات بتاعتنا. زي الفل، نحط كده. الله الله الله. كل دول مع بعض زي الفل يا عم الشيف. ونقلب كده، شفت القوام ده كده؟ الله اكبر. الشوفان عنده شويه ايه؟ عزه نفس. عزه نفس في ايه يا شيف؟ ما بيديكيش الالياف بتاعته ولا الانسجه بتاعته الا بعد شويه، الا بعد فتره، غير الدقيق وغير النشا. الشوفان عشان كده لما بتيجي تعملي شوفان لاولادك، ولا اللي بيعمل دايت قاسي يعني، بيحط الحليب مع الشوفان ويحطه في التلاجة، تاني يوم لقيته اتخمر، يبقى عامل زي الرز بلبن أو عامل زي المهلبية. إنما أول ما بتحطيه في الحليب بتلاقيه لسه ناشف لسه. نفس الموضوع ده زي ما احنا شايفين كده، لو سبتها 10 دقايق هتلاقيها نشفت معاكي. خلي بالك من الحاجات دي، مهمة جدا. ما تقوليش إن السائل كتير، لا، سيبيه بس 5 دقايق مش هتقدري تعمليه. وعندنا الطبر بتاعنا أهو. حلو الكلام، هنبدأ نوزع المقدار ده كده واحنا شغالين. زي الفل. نجيب كده معلقة نوزع بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. القوالب دي كده، ونشيل المضرب ده من هنا عشان الصورة تبقى حلوة. الشوفان ده نخليه على جنب، أنا عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ نوزع المقدار ده كده. حلو قوي. التمر في امتى يا شيف؟ احنا مع بعض اهوت للآخر. نوزع المقدار كده في قلب القوالب. حلو قوي. كميه تقريبا 12 حبه، او تعملي قالب مفيش مشكله، بس انا حابب اعمله مافن كده في القوالب المافن، عشان الاولاد بيحبوا الحاجات دي وبيفرحوا بيها. رايحين على المدرسه الصبح، كل واحد بياخد المافنايه بتاعته مع كوبايه العصير او العصير بتاعه المفضل، ويبقى أحلى فطار وأحلى وجبة فيها كل العناصر الغذائية، أهمهم التمر واللوز بالترتيب كده. التمر واللوز، وفي ارتباط وفي علاقة حب ما بين التمر واللوز. عشان كده لما بنروح المحلات بتاعة التمر
بتلاقيهم عاملين نوع من التمر شايلين النوايا وحاطين مكانها حبة لوز، بما ان حبية اللوز شبه النوايا، وكمان اللوز لما يتبل في ماء مغلي ويتحط جوه التمراية بيبقى طري ولطيف، ما تحطش اللوزية وهي ناشفة كده. اه حلوة زي الفل يا عم الشيف. نبدأ نروق الدنيا ونوزع التمر على القوالب. أهم حاجة الفرن عندنا جاهز، مش بعد ما تعملي ده كله تولعي الفرن وانت ناسية، خلي بالك. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. ده هو على الشغل كده يا عم الشيف. ناخد التمر بتاعنا ده كده، اه بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نحطها كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. اه طب يا مغازي، ينفع بدل التمر ده حاجة تانية مثلا زي الموز؟ عادي مفيش أي مشكلة، بس أنا بفضل التمر طبعا لأنه روحه طويلة شوية مع الفرن. اه اهم حاجه اوعي تنسي نوايا، الله يرضى عليكي. تيجي تحت اسنان الواد يكره المافن واللي عمل المافن، يجي تحت اسنان حماتك تبطل تيجي عندك. اه بالصوت، او تنسي البذره اللي بتبقى في التمره من فوق اللي هي بتاعه التمره دي، حاجه كده بتبقى ايه، اه لو انت هتجيب تمر وتخلي الايه النوى بتاعه، الحاجات الصغيره دي بتفرق، خلي بالك. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف. يلا مع بعض حبايبي، فرسان التلفزيون المصري وحقوق الطبع لدينا وبس. من وحدة مافن أصبحت إن أنا بحصل على كل العناصر الغذائية اللي بيتطلبها الجسم على مراحل العمر كله. أهو زي ما هي كده، أهو مكانها فين يا عم الشيف؟ هنا. أهو دي ما تتحطش على الشبكة، لأن التمر هنا لو حطيناه على الشبكة طبعًا هيتعرض للحرارة وهيسود وهياخد لون قبل ما المافن يستوي. هنسيبها في قلب الفرن كده الصورة الحلوة، وهناخد بعدنا ونطلع فاصل من عند الفرن، عشان انا بحب الصوره الحلوه تكون هي الختام بتاعنا، ويجعل ختامنا مسك ان شاء الله. هناخد بعدنا فاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عشان اخواننا المسيحيين احنا تحت امركم في برنامج اكلة امي كالعادة. الشيف المغازي ما بيفوتوش اي مناسبة، احنا مع بعض ان شاء الله لغاية لما العيد بتاعنا، ونعمل حفلة كبيرة ونفطر مع بعض ونعمل المناسبات ونعمل كالعادة. هيبقى معانا كل يوم اكلة او اكلتين صيامي، ونعمل شوربة صيامي، وكل الاكلات اللي نمسكهم فيها هنعملها صيامي. انا هعمل النهاردة الرز بالمشروم صيامي. اخترت المشروم لانه بروتين نباتي امن، والرز المصري بتاعنا والجزر فيتامين سي والبروتين بتاعه والالياف بتاعته، ومعانا طبعا عصب الموضوع البصل الاخضر. المقادير على الشاشه تقدر تصورها بالتليفون او تكتبيها، وبالتفاصيل مع بعض. اه تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بصل، ثوم، ده الاساسي، ومعانا رز مصري. حابه تعمليه برز بسمتي اهلا وسهلا، اختياري. ومعانا جزر متقطع مكعبات ومشروم، واحنا في موسم المشروم دلوقتي، هتلاقي المشروم زي الحلاوه. ومعانا كركم والبهارات بتاعتنا اختياري حسب الرغبه، ولكن ده ما يمنعش كالعاده الشيف المغازي معاه البوكيه جارنيه بتاعه، جزر، كرفس، بصل، روزماري، ثوم، حبان، كل اللي انت حباه دي معايا كل يوم. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمل ازاي الرز بالمشروم والجزر. بصلايه على النار تتحمر جيدا، اللهم صل على النبي. آه. حلو، واحنا بنحمر البصلايه كده عينينا بتدمع، نعمل ايه؟ نحط البهارات بتاعتنا الجميله الحلوه اللي هتمنع دموع البصل، ويكفينا شر دموع البصل. اه زعتر زي الفل. هنحط شويه كزبره حلوين كده، تحميره حلوه. نشوف البصلايه خدت لون اهيت. انا حابب الرز ده اضيف له شويه كركم، وكل ما تيجي سيره الكركم هقول فايدته، لان انا شخصيا بحبه. في مشروب شتوي انا اصلا يعني زي ده شكلي كده داخل على دور برد، فلحقت نفسي بصراحه. اهو الحصانه، زي ما انا بقول دايما الصحه تاج عروس الصحاء، والوقايه خير من العلاج. مثلا بدات ان انا اشرب كل يوم دلوقتي كوبايه ميه دافيه، بحط عليها معلقه عسل، عصره ليمون، معلقه كركم. ده مشروب صحي مناعته قوية جدا وقيمته الغذائية عالية جدا. كركم مع عسل مع ليمون مع ماء دافي، مشروب صحي
يا ريت نشربه في ايام الشتاء. لطيف وجميل. بصلايه زي الفل. تمام. ننزل بالتومه. الله، بدات اشم ريحه البهارات في البصل، هو ده اللي انا عايزه. الجزر بياخد وقت كتير في السوى غير المشروم، بنزل بيه هو الاول. شفت الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ انا عارف انك بتحب الالوان الحلوه دي. تعرف ان اللون البرتقاني ده بيفتح الشهيه؟ يعني لو نفسك قافله عن الاكل، بص للجزر شويه هتاكل الخروف قدامك. شوف الجزره دي، شفت الجزره دي مع البصله دي. ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. طبعا ما ينفعش ان انا احط المشروم مع الجزر على طول، هياخد وقت كتير في السوا. او ما اعمل ايه بقى؟ اعمل تركيه حلوه قوي. واحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. بحط شيشاء ميه من البوكيه جرنيه اللي عندي. تعالي يا حلوه صديقتي دي. هو ده خلص الكلام. وغطيها شويه. الغطا. اللهم صل على النبي. ونغطيها شويه على ما نقطع المشروم بتاعنا. الجزر هنا خلاص بدا يحل. نشوف المشروم اخباره ايه. اللهم صل على النبي. معانا مشروم ومعانا عروق البصل الخضراء، والبصل الاخضر ده اختياري برضو، تحطيه او ما تحطوش. المشروم له تقطيعه، انصحك تقطعيه بالتقطيعه دي عشان شخصيته تبان. شفت المشروم؟ شفت انا بقطع المشروم ازاي؟ كل برضو ما تيجي سيره المشروم اقول يتقطع ازاي، دي مهمه جدا على فكره. كده. ما ينفعش نقطع المشروم كده خالص. تاني مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، في تركايه كده لازم نحط عليها سبوت كده مع الساده المشاهدين. المشروم التقطيع الصح اهي، شخصيته بتبان بعد ما يستوي. كده دي الصح. دي علامة صح، ودي كمان علامة صح، ودي كمان علامة صح. مستنيين علامة غلط؟ ودي علامة غلط. بنهزر. حلو، كمان واحدة. حلو، دي غلط. اوكي، ده مش كويس. حلو الكلام ده، مهم جدا على فكرة للمبتدئين في المطبخ. انا عارف انتوا شطار واشطر مني، بس لما بتيجي المعلومة انا ما بخلش عليها، ربنا يحاسبني. تقطيعة المشروم دي لو بتعملي شوربة المشروم بالدجاج اهلا وسهلا، بتعملي المشروم بالوايت صوص مع مكرونة اهلا وسهلا، بتعملي المشروم اي حشوات من الحشوات لازم شخصيته تبان في الحشوة اهلا وسهلا. البصل الاخضر وعروق البصل الاخضر الجميلة، هاخد العروق بس اهو. دي مع الرز ما اقولكيش. لا يا غالي مش هيقلب محشي، لو حطيت بقى شبت وبقدونس هيقلب على محشي، بس عروق البصل الاخضر بتديله عنصر غذائي قوي جدا وبتديله طعم مميز. اخواننا في الخليج بيستخدموه في المطبق، بيبقى جميل جدا مع بيض ولحمه مفرومه كده لطيف. اخبار الجزر ايه؟ زي الفل. نقلب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ خلاص استوى الجزر. ايه الحلاوه دي؟ شايفه؟ ننزل بالرز. اللهم صل على النبي. رز بالجزر او بالمشروم والجزر صيامي على طريقه الشيف المغازي. هتسيبي اي حاجه على السفره وتاكلي منه. هتقولي لي يعني اذا الرز معلوش شوربه لحمه وشوربه فلا يا ست الكل، ما انا معايا بوكيه جرنيه على النار. نسيتي ده؟ وده كل يوم معايا ده، بفتح عينيا الصبح احطه على النار. حله فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، قشرتين حبايه بصل حلوين حمر كده، عندك فراخ واخده السلسله بتاعتها، عندك شويه عظم لحمه في الثلاجه طلعيهم. شفت الرز اتقلب كله ازاي؟ زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ اصبر عليا عشان التركيه دي مهمه جدا. ناخد الميه بتاعتنا، الشوربه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا معايا، ارفع ايدك فوق، انت مصري. هو ده خلص الكلام. قلب. خلص الرز. العيار تمام؟ احنا بنلعب نهزر، نحس نمسك كوبايه بقى ونعاير عينيا. والله انت ابن حلال. قال لي الملح ما حطيتش يا شيف، الملح بحطه اخر حاجه يا شفيق.
عشان اظبط العيار بتاعه. ملح يتحط كده ونقلبه تقليب، وانا بعملها حجه واقلب علشان انا عايز الميه ايه تنشف هسه كده، علشان في تركايه قبل ما اطلع الفصل بتاعي. اهو قلبت الملح، ظبطت العيار بتاعي. يلا ناخد بعدنا ونطلع فصل صغير. بس قبل الفصل نعمل ايه يا عم الشيف عشان نرجع لحاجه جديده؟ الجزر، البصل والمشروم. اهو بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده تاني. بص على الحلاوه تاني، اهو مش حرمك من حاجه، اهو على الوش. ونغطي الحله بتاعتنا ونكمرها. رز بالمشروم والجزر على طريقه المغازي وحصريا، عروق البصل الاخضر المصري بتديله الشخصيه وزي الفل. هنغطيها، يلا نغطيها مع فاصل. هو ده. تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. فاكرين لما احنا طلعنا الفاصل الاولاني قبل الاولاني من عند الفرن اللوكيشن ده المافن بتاعنا، نطلع بيه يا شفيق؟ اهو يلا، هو طالع من الفرن. يلا من الفرن على الطاوله على طول. ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ انا مبدهر والله، مبهور والله. اقفل يا عم الشيف. تعال نغرف في الطبق معانا مع بعض. طبق التقديم فين؟ اللهم صل على النبي، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله. هتطلع معايا دي ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال دي؟ يا هو ده. دي عايزه كوبايه قهوه، كوبايه شاي. ايه الحلاوه دي؟ ده انا قبل ما المسها بتطلع في ايدي. ايه ده؟ ببص لها بتطلع من القالب على طول. خسرنا حاجه؟ تكلفتهم كام دول؟ ثلاثة تعريف بس، عشان ما حدش يعني ايه يقول لك الشيف المغازي بيأفور. بجد والله ثلاثة تعريف. شوية تمر شلنا النوى منهم، عندنا نص كوباية من الشوفان أو ثلاث أرباع كوباية من الشوفان، معانا الحليب، وعملنا حاجة جديدة للأولاد. يهمني في الموضوع التمر واللوز زي الفل. طبق زي الفل اهوت، توزع على الجيران والحبايب والعيلة. يلا حاضر عينيا. ده خلي بالك لون التمر ده، بس انا برضو هعمل لك اللي انت عايزه عشان بحبك، بحبك يا صبراني. العب. ده مافن التمر باللوز، وحقوق الطبع لدينا وبس. خليه عندك كده في الصالون بره على الترابيزه بتاعه السفره. ابنك طالع داخل بياكل وحدايا، عندك جوزك رايح على الشغل ونازل مستعجل يا عيني يتكتب غياب، هياخد واحده كده في ايده وياكلها مع كوبايه شاي. تعالوا مع بعض نشوف. حاضر يا غالي. بص يا حلاوه، تعالى تعالى. بص على الرز. طب اجيب لك ايه ولا ايه بس؟ قول لي. شوف الرز ده كده. يلا. لا جيب دي. دي. هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الله. الله يبارك لك يابا. جزر مع البصل. يا سلام. تقول لي بقى خروف ضاني؟ تقول لي ديك رومي؟ خالص. انا حاطط لك الليل البرتقاني في الجزر، قصدي في الرز، عشان يفتح نفسنا. وعروق البصل الاخضر هنا شخصيتها اتحولت لشيخ البلد في قلب الرز. البصل الاخضر ده حكايه. نغرفه عشان نشتغل في البرجر بقى، لان البرجر ده ايه غلبته كتيره. نغرف الرز ده ونخلص منه، ونحط الجريلا دي على النار تسخن مكان الرز. اللهم صل على النبي. عينيا زي الفل، نعمه. بيقولوا لي معاك 13 دقيقه وما نعرفكش. تعالوا نغرف الرز. اللهم صل على النبي. الرز مكانه هنا. حلو، ده مكانه. شويه رز بقى ايه دول؟ عايزين طبق سلطه خضراء يا ست الكل، وبالف هنا وشفا للامانه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف انت بتحب الحاجات الحلوه دي. مدلعك انا النهارده. عايز تشوف المشروم؟ بص عليه. عايز تشوف عروق البصل الاخضر بخضرها وجمالها؟ بص عليها.
عايز تشوف الجزر وجمال لونه البرتقالي، انا بحب لونه البرتقالي، بص عليه. الرز المصري سيد الموقف، بص عليه. ينفع يا شيف يتعمل بالرز بسمتي؟ ينفع، مش هقول لك ما ينفعش. في حاجات ما ينفعش فيها الرز البسمتي، رز صياديه، بايلا، سي فود، الريزوتو تعمليه بالرز المصري بقى جميل جدا على فكره، ريزوتو الطلياني. حلو، الطبق ده كده جاهز. تعالوا مع بعض نعمل البرجر بتاعنا سريعا. مقاديره على الشاشه، مقادير البرجر او التشيكن برجر او برجر الدجاج على الشاشه. معانا صدور دجاج مفرومه، ومعانا بصل، ومعانا توم. وقفلتوا الشاشه ليه؟ زعلتوني. ومعانا طبعا برغل ناعم. يا شباب يا شفيق ما تزعلنيش منك، طب عشان خاطر ما تزعلنيش. طب حاضر، اوعدك مش هعمل كده تاني. حاضر، معانا مشروم، ومعانا صدور فراخ، ومعانا بصل وتوم وبرغل. هتوقع يا شباب. ومعانا طبعا في المقادير بتاعتنا البرجر ده، عايز اعمله ريجيم بصراحه، عايز اعمله هيلث شويه. هتقول لي يا شيف دون يعني بقدر الامكان، واحنا متفقين من البدايه ان الاكله بتاعتنا بتكون نسبه وتناسب، يعني بنسبه 50% 60% هي هيلث، ولكن هيلث 100% انا ضد كده. يعني الوقايه خير من العلاج، لا تضربه على عينه جامد ولا انك انت تسيبه، يعني خليك كده مره واحده في الاسبوع يبقى الاكل هيلث. تكتب على باب الثلاجه اهربي من الدهون، اهربي من الكربوهيدرات اللي موجوده، الحاجات اللي بتؤدي للسمنه والحاجات دي كلها. هنعمل البرجر ازاي مع بعض؟ ايه ده؟ حلو. بصل معانا زي الفل، حاطط جريل على النار بتسخن. ايه ده؟ جيب الرز ده. زي الفل. اخبارك ايه؟ سخانيه حلوه. دي نخليها هنا كده ونحط دي هنا كده عشان عايزه ايه تشوي هنا. حلو قوي. هنبدا نحط البصل بتاعنا. هو بالامانه البرغل هنا هو سيد الموقف، بس استخدامنا له لازم يكون بذكاء شويه. احنا عارفين البرغل بنطلع منه الكوبيبه، ده يا اخوانا اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، اهو اهو دايما بيقفوا جنب المصورين. اهو المخرج ضدي، اهو شايفين البرغل اهوت غسل مره اتنين تلاته، وبعد ما غسلناه نعناه وسبناه وتصفي منه الميه، سواء هتعملي تبوله سواء هتعملي كوبيبه، اهو سواء هتعملي تبوله سواء هتعملي كوبيبه، البرغل ما يتنقعش في ميه ويتصف في ميه، كده بتبوظيه، بيبقى عجينه سواء في التبوله ولا في الكوبيبه. غسلتيه صفيه من الميه بمصفى ناعمه واستخدميه استخدامات اللي انت حباها. هننزل بالبرغل على البصله والتومه. ممكن يتعمل بالصويا البودر، بس انا بعمله هيلث شويه، واحنا عارفين البرغل منتجات القمح الصلب، يعني آمن عن الصويا أو حبوب الصويا. حلو الكلام؟ زي ما هم دول كده موجودين معانا، التركية بتاعت المغازي اللي متعلمينها منه هو ده، ونضرب دول لوحديهم من غير توابل ومن غير أي حاجة خالص. واحدة واحدة كده. يلا، إيه الأخبار؟ هو ده. شايفين الخلطه دي كده؟ بص عليها كده اهي، وهي في قلب الكبه تتاكل نيه اهي. ده البرجر بتاعنا، نطلعه من الكبه خلاص ما خدش وقت.
شفت النغمة اللي أنا اشتغلت بيها؟ أول حاجة شغلت الكبة بتاعتي مع البرغل والبصل والتوم وعروق البصل الخضرة الجميلة الحلوة، ما حطيتش لا بقدونس ولا كزبرة ولا شبت، حبيت طالما عند البصل الأخضر ده استخدميه. وبعد كده يا عم الشيف نزلت بالفراخ المفرومة واحدة واحدة كده. شفت سبت البرجر ليه للآخر؟ عشان بس نفهم الفكرة، وبعدين احنا مع بعض هنسويه بقى، نعمله على الجريلا ماشي، هتشويه في الفرن ماشي، هتولعي فحم وتشويه على الفحم ماشي، في قلب الطاسة اللي بتعملي فيها بان كيك ماشي، ده اختياري. بس انا عايز اوصل لك الفكرة بتاعت العجينة دي نفسها. تاني استاذن استاذة رحاب بعد اذنك مقادير التشيكن برجر او برجر الدجاج مع بعض على الشاشة بالجبنة، والجبنة اختياري عشان السادة المشاهدين يعملوه لأولادهم. صدور فراخ مفرومة، لازم تكون مفرومة يا شيف، وتحتها خط، وكمان مرة لازم عشان يتفرم معاك زي ما انا اشتغلت كده. وبعد كده تجيب البرغل تغسليه مرة واتنين وتلاتة وتحضريه، حلو الكلام؟ وحطينا بصل وتوم، وابدأ اشتغل دلوقتي وجنب طاسة حلوة على النار ابدأ احمر فيها. هعمل ايه؟ هجيب بولة صغيرة كده فيها شوية زيت لزوم الشيء، والفرشة الحلوة دي معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط زيت الزيتون ده كده. طب وريني كده ايه الدهون اللي في الأكلة دي؟ خالص مفيش أي دهون خالص، هما معلقتين الزيت اللي أنا حطيتهم دول. وناخد البهارات بتاعتنا نحطها، بهاراتك ايه يا شيف على البرجر؟ اختياري بقى، أنا سايبها للآخر عشان كده. شوية بابريكا، أهلا وسهلا، سنة كركم، أهلا، ده اختياري. البرغل أو البرجر ملوش توابل معينة عشان كده بيختلف من بلد لبلد ومن مطعم لمطعم وهكذا، زي الفل تمام. فانت اختياري بقى موضوع التوابل ده، ممكن تحط حبان للحمه، حبان للفراخ، ده شويه سماق حطيته، الملح بتاعنا، عايزاه سبايسي حط شطه، ده اختياري. حلو، هنحط شويه زعتر، نحط زعتر، وهنقلبه تقليبه حلوه، واعلمك ازاي تعمليه من غير ما تجيبي الاسطمبه بتاعت البرجر، تمنها 3000 جنيه في السوق مش هنجيبها، هعلمك حاجه كده تعمليها وانت في البيت. اسمها بصامه برجر، شفتي؟ الله، وادي البرجر. نعم، ما انت كنت مزعلني من شويه شايل من قدام الشاشه بيقول لي ينفع نعمل اللحمه بنفس الطريقه المخرج، تدفع كام بقى واقول لك؟ هترجع لك الشاشه. ينفع بنفس الطريقة نعمله باللحمة، يعني نفس الطريقة نعمل البرجر باللحمة بنفس الطريقة، مش هي نفس التوابل، بس للأمانة نحط قرفة ناعمة للحمة، يعني هنعملها لحمة ضاني، والضاني يحب القرفة عشان نهرب من الدهون. يبقى الفرق بين ده وده، اللحمة نحط لها إيه؟ قرفة ناعمة. كده البرجر جاهز. طب هتعمله إزاي قرص برجر زي ما بنشوفه في المحلات يا أبو غازي؟ إحنا مع بعض أهو، الفرشاية فين؟ اهي، ناخد الزيت ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشتغل كده هنا. اروح اشتري انا بقى بصمه برجر ويقول لك دي بقى منتج مش عارف ايه الله عليك، ولسه خد الحته الجايه بقى اهي عشان ما يلزقش في الايه؟ في الاسطمبه دي، او في القطاعه دي. شفت بقى الفكر؟ شتا لوحدك شاطر اخراج بس. واخد اللحمه دي كده او الفراخ دي كده اهو، وهتعمل قرص برجر زي ما بتشتري من بره. عايزاه سمكه ايه؟ سنتي، اهلا وسهلا، نص سنتي، اهلا وسهلا، واحط دي برده في الزيت اهو. شفت المطبخ ده بيجي منين بقى؟ من حبك للمطبخ، شوقك للمطبخ، حبك لاولادك. برجر سمك، يا سلام، عملته، شفت بقى؟ تعال نرفعها مع بعض كده مخرجنا الجميل، انت حبيبي. الله، ده قرص برجر لو احنا هنشتريه بره هندفع فيه مبلغ وقد كده. بص بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، ايه الحلاوه دي؟ بس خلاص، نعمل واحده جنبيها، واحده جنبيها. عمليه التسويه دي انا مش مهتم بيها قوي، بس انا هسوي لكم واحد يعني. ده زيت،
ده زيت تخزنيه بقى، عايزاها اقل من كده شويه، بتحبها سوا زياده ويل دان، قللي خليها نص سم، دي بالظبط 12 مللي لو جبنا المازوره وسط. حلو، نخليها دي صغيره في الزيت. دي مش تاخد سوا كتير. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعمليه بالسي فود، ممكن تعمليه بالجمبري، ممكن تعمليه باللحمه بنفس الطريقه. يلا ارفع يا سمسم، ارفع يا سمسم. واحده هنا عشان الحبايب. الزيت على البلانشه واحنا شغالين مع بعض. هتخزنه ازاي؟ بنجيب اطباع حفظ الاكل وندهنها من تحت زيت قليل جدا، خلي بالك، ونرص واحده جنب الثانيه، ما نرصش واحده فوق الواحده، يعني ما نرصش حاجه فوقيها. عايزه ترص في الطبق اكتر من واحده بتحفظ، حط فاصل بينهم ورق رابل بلاستيك يعني، علشان ما تلزقش في اختها. الطبق ياخد له مثلا اربعه حسب اللي هي الاسطمبه بتاعتك. في من القطاع دي، القطاعه بتاعت الفطاير على فكره برضه، عشان ما نقولش بقى هنجيبها منين وبتاع، لا قطاعه الفطاير. ما لقيتيش قطاعه الفطاير دي، يعني ممكن تجيبي مثلا ايه غطا حله صغير عندك، بس مش تبقى لطيفه يعني. دي كلنا القطاعات دي في منها بلاستيك وفي منها ستانلس يعني عادي. نسوي بقى شويه، كفايه كده نسويهم دول. كده احنا عرفنا ازاي نعمل البرجر مع بعض. عندنا جريل على النار عشان وقتنا، بس عايزين نوصل الفكره للساده المشاهدين. هنحط الزيت هنا كده، والطاسه بتاعتي شديده الحراره. ارفعها ازاي يا شيف مغازي؟ ما انا حاطط زيت، تنسيت ولا ايه يا غالي حبيبي؟ الزيت هنا هيساعد على ايه؟ رفعها جيدا. بص على الحلاوه. دي كمان، دي كمان. دي كمان، دي كمان. يا حلاوتك، حلو كده. ارفع من النار. في البيت بقى حلو قوي يا استاذ رحاب. احنا نقدر نحطها في الديب فريزر، هنخزنها او في التلاجة. مفيش اي مشكله خالص. حلو. روق مطبخك يا عم الشيف، وخلصنا شغلنا تمام التمام. اللهم صل على النبي. في طريقه تانية وانا واقف بسلى كده، لان معانا وقت. هتقولي لي ما عنديش القطاعه دي يا شيف، وما عنديش الفهلوه بتاعتك والبراعه بتاعتك، مع ان ما هيش اي حاجه يعني، بس انا هقول لك على فكره كده وانا واقف بدردش معاكم. كيس بلاستيك من الكيس اللي جايبه فيه العيش اخر الليل. هات معاك عيش يا حبيبي وانت جاي. هات معاك عيش يا حبيبي وانت جاي. هنعمل ايه؟ هناخد حته، افتح الكيس ده كده. وناخد حته البرجر او الحجم اللي احنا عايزينه حسب ما انت عايزه تبيعيها. خلي بالك، دي كفايه قوي يعني، تقريبا ايه 100 جرام. حلو. دول كفايه قوي. ونيجي عند الحرف بتاع الكيس ده كده. ونلعب كده. دي مهمه جدا الحركه اللي بعملها دي كده. كده بقلبهم على بعض. وانا عايزها يبقى السمكه ايه؟ السمكه، قول لي السمكه عايزه ايه؟ عايز السمكه ايه؟ سمكه رفيعه ولا تخينه؟ شكل مضوء، اتحكمي فيها زي ما انت عايز. هنفتح الكيس. يلا. بص معايا، بص معايا على الحلاوه، بص معايا على الحلاوه. ساحر يا مغازي. يا فندم. ما يا فندم. ما طيب. بلعبك كده. هنا. حلو. نعمل واحده كمان، ما وراناش حاجه. على دول ما يستوى. احنا كده عرفنا، بس انا عايز اعرف احنا طلعنا بنتيجه ايه او استفدنا ايه. اول حاجه تكوينه البرجر تشيكن عملناه ازاي، الطريقه اللي انا نفذت بيها ان انا اعمل ازاي، زي ما بنشتريه من بره، لان اولادنا يهمهم الشكل. تعالي يا ماما اكلينا برجر بره، لان هو اتعود ياكله بره، او ان هو شكله بالشكل ده، فبيلاقيها في البيت مش كده، هياكله بره زي بالظبط كده. فبديك طرق سهله وبسيطه، اقل تكلفه ممكن. مش هتعرفي تعملي الطريقه اللي عملتها الاول، هتعملي الثانيه دي كده بالكيس ده كده. وتحط كده بمعلقه الكميه اللي انت عايزاها. دول كفايه قوي. ترميش حاجه. وفقها هنا في الكيس ده كده. كده. والتاني لازم كده، لازم الحركه دي. يلا نحطها دي على هنا. عايزينه بالجبنه، عايزينه بالبيض. نعمل ايه يا مغازي؟ مع بعض حالا دلوقتي. ومعانا عيش اهوت،
ايه الحلاوه دي؟ دي عايزه فين يا غالي؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. ايش تقول العين للعين؟ حاضر 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 حاضر، اصبر على رزقك. لا لا تزعل، هو انا من غيرك ولا حاجه يا غالي. يا حبيب، معايا مخرج شاطر بيراعي مشاعري، هو ده. يلا شيل دول كده، لو جايبها لك مخططه شغل الايه المحلات. حلو، هنسيبها على النار كده بتستوي. عايزينها بالجبنه؟ معانا جبنه، انا بحب الجبنه المطبوخه اللي بتبقى على البرجر. على بطاطس مقليه ماشي. دي عباره عن جبنه شيدر، عملناها قبل كده امبارح تقريبا، جبنه شيدر معاها حليب ومعاها زبده. شوف القوام بتاعها كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. فين المغرف؟ حلو، دي مهمة جدا على فكرة، يعني أنا شخصيا بحبها. حاضر. دي الجبنة اهي، بص الجبنة المطبوخة اهي. كله بيسأل على السوشيال ميديا بتتعمل ازاي. عبارة عن حليب، شوية نشا، مكعبين زبدة، نوع الجبنة اللي احنا حابينه. عايزاها تاخد طعم فليفر سبايسي، حط شطة باودر ناعمة حلوة أو فلفل أسود أبيض، أو فلفل أبيض أو أسود. هنغرف البرجر مع بعض إزاي؟ طبق حلو زي ده كده. الله، معانا عيش أهوت، طماطم وبصل زي ما أنت عايزة بقى، دلعي أهو، والبلانشة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. ونقطع بصل، نقطع طماطم زي ما احنا عايزين. حلو اهو اهو، بس انا بديك افكار طبعا، انت اشطر مني. والعيش دايما يتقطع يا اختي بسكينه مشرشره، سكينه منشار يعني. ما تلمسيش اللوم، هي لوحدها السكينه بتمشي لوحدها، هي عارفه سكتها فين. ضغطت عليها باظت من تحت ايدك. نفس الموضوع. عايزه تجودي، حمري العيش ده شويه. نقلب دي كده عشان تبان. حط بقى خس، كابوتشا ماشي، انا احبه مع الجرجير، الورق الجرجير بيبقى لطيف وجميل. ماشي، اختياري يعني. احنا ورانا حاجه، احنا مع بعض لغايه لما مخرجنا ينزل الايه الشاشه. دول اربعه حلوين اهو، احنا معانا كام؟ خمسه. خمسه، انا شخصيا بحبه جبنه وبرجر بس، يعني لما باكله بحط الجبنه اللحمه او الفراخ مع جبنه تحت وفوق بس وخلاص صراحه يعني. تعالوا نقلبه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الدنيا هنا عامله ايه؟ حاضر اهو، حاضر يا فندم. ناخد ديت، حاضر، دي استوت، نحطها هنا. دي اخبارها ايه برضه؟ دي شفت ازاي؟ بص بص، تحطيها تتنطط في قلب الطاسه ولا يحصل لها حاجه. بص يلا مخرجنا، مش انت بتحب الحاجات ديت؟ شفيق اهو اهو اهو، يا دلعك يا شيف. ده البرجر اهو اهو اهو، على العيش. حاضر على العيش، وانا بعمل كده ماشي. هنا اهو، مع انه والله تعبان بس انا بحبكم وجاي والله. شفت اهي زي الفل اهي. شفت اهو حلو. زي الفل. ناخد دي كمان. يلا، عايزاه بالجبنه عينيا، مش حرمك من حاجه، بالطماطم والبصل اختياري. معانا الجبنه المطبوخه اهي، نعمله زي ما بيحبوا الشيف. يا ويلي يا ويلي على الطبق ده، الف هنا وشفا للي ياكل. بالبيض، هنعمل حلقات بيض ونحطها. مطبخنا النهارده فيه بساطه، فيه سهوله، فيه مرونه، تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه، قدرنا نوصل المعلومه للساده المشاهدين. مطبخ صحي بشهادة الرؤية، مطبخ بسيط وسهل بشهادة الرؤية. عملنا الرز بالمشروم والجزر لإخواننا المسيحيين، صيامي 100%. عملنا المافن بالتمر واللوز، يا مزاج اللوز، لأطفالنا الحلوين والطلبة اللي بيذاكروا. عملنا البرجر تشيكن بطريقة بسيطة وسهلة وفيها شوية دعابة، لأن من الدعابة بتوصل المعلومة بسهولة دايما. رؤية، فن، إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.